علي يونس غيدير صالتو سير سيري انا خدت شي كامل لا. دقة دقة الباب واو 240 درهم في الفطور فرسيها حاجة اللي عرفتو الثمن ديالها غنشريها لك اويلي هو غير هو غير كيتبعوا الماء ناري الا درت 30 في الحسيبه انا اللي غنخلص الغدا ويلي 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 السلام عليكم زازلوز اوفردوز ومرحبا بكم في قناه الهزاوي فاميلي فيديو جديد وروتين جديد كيف ما قلتوا في العنوان غنشاركوا معاكم روتين اخر نهار في العطله غنمشيو لاي بلاصه بغيناها وغنشريو اي حاجه تهيناها وانت اللي غتخلصي الا بطبيعه الحال العزاوي هو اللي غيخلص كل شيء ما تقوليش لي اليوم النهار كامل غندوزوه على برا خارج المنزل يعني مشيت فيها مشيت فطور على برا الغدا على برا كاسكوت على برا صف صف غنمشيو لشي بلايص ويلي 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 يا كسر في القهر ورجعوا لها اش كدير دابا يونس كدير السخينات سخينات علاش وباش نمشيو للبحر اه لا يونس شكون قال لك حنا بغينا نمشيو للبحر نمشيو للبحر يلا سير ورينا شي ضربه قويه ونديك للبحر يلا زيد علي يونس زيد زيد واو حركه اسطوريه صافي بما ان اخر نهار في العطله هو هذا وانت بغيت تمشي للفيل نديك اسيدي للبحر يلا صافي يلا عطيني شي ضربه قويه زيد زيد يا 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 انت فين غادي الصقع المهم اخوتي يا نيس راه حتى لم يطلع مع الدروس بوحدو كما كتشوفوا وما بقيناش كنخافوا عليه يلاه زيد طلع وريهم كيفاش كطلع مع الدروس برافو يا نيس كيبقى يعتمد اخوتي على هاد الكرياج هذا ويطلع خطوه بخطوه يلا سير عند ماماك سير سير جيب لك حتى حوايج البحر انت لابس الجين ها هي كتعيط لي شوف شوف بحال اش كيطلع هيا طلع طلع عند ماماك في منزلي انت السنجاب دق دق الباب في منزلي انت السنجاب دق دق الباب دق 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 من في الباب انا زيتها يا اولاد المهم اخوتي ديما فاش كنكونوا غاديين موالفين كنغنيو الشعبي ولا كنشطوا ولكن دابا كنغنيو هادشي ديال الدراري الصغار حيت معانا نشطوا توا شويه يلا وصلنا لاكوطا خوتي وكاينين هاد الفرقه الموسيقيه كينشطوا الناس حدا القهاوي اول واحد نشط معاهم هو السي انيس ايوا اي ستك ستك يا انيس كيحماق على السطيح والنشاط شنو بغيتي تمشي للبحر انفطروا قالت لك ماماك ونمشيو للبحر صافي يلا يلا ايوا كما كتشوفوا الاصدقاء وصلنا لاكوط شطح يانيس مع راسو شويه وقالت لك ابتسام اجي نفطروا هنا واش متاكده متاكده حيت ماشي انت اللي تخلصي انا اللي نخلص ناري هاد القهوه شحال زوينه وهي زوينه وراكم عارفين اخوتي القهاوي قدام البحر راه ما يمكنش كيكونوا غاليين يلا نفطروا لا 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 ما كاينش صافي جلسنا لا صافي جلسنا المهم نفطروا عاد نديو يونس يعوم مع راسو هاي 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 يانيس واش هاد العصير ديالو ايه هو الاول نعم سيدي جابوا لي عصير باش يفطر وي بصحه وراحه وخلينا شويه يا نيس شو كيتمدق كيشرب عصير ديال شفتي سا هذاك باناشي ولا ولا على الباناشي عاوتاني يا نيس هبط عليه والله هبط عليه ها خليني شويه ها هو بيعطيني هاي على البريستي وما الفرشطه تمايا شد بالفرشطه وقطع بالموس يونس اخوتي بغى ياكل الكخيف نعم سيدي بالفرشطه والموس شوف حاجه داير لهم ناضي ناضي ما كيتهز ليه داك الكخيب غير بزز بزز بالصحة والراحة المهم كيما كتشوفوا بالنسبة للفطور خذينا الكخيب انت ولدك اللي خديتو الكخيب داكشي اللي بغينا ياك والعصير ديال باناشي بالصحة والراحة أما أنا والوالدة أخوتي كل واحد فينا خدا لومليت مع الفرماج نعم سيدي والديسير الخضرة 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 صالات ديال الخضرة والسي انيس هو كيتفرج كلا الخيار راه كلا الخيار كليتي الخيارة ايه الصحة والراحة يلاه فطروا فطروا لا بس ما خديتوش بزاف خديتو غير الكخيب بلاتي بلاتي شنو هاد الموندي مازال مازال يونس مازال هاد الموندي مازال مازال لا لا غتاكل داك الكخيب وغتمشي تعوم صافي الاصدقاء شو على بلان اول حاجة هي الفطور وحطيت فيها 240 درهم هادشي كتقول لنا صافي
صافي غير هادشي وراه لاباس لي ما دومونديتوش بزاف هادشي كامل باش تفطروا قدام البحر ناني ما بلانش ابتسام الجو كي داير اش كيتسناني في هاد النهار كامل ابتسام ويلي ويلي قفرتيها 240 درهم في الفطور قفرتيها الو رضا هاكي رضا شوفوا لي الاصدقاء واحد بنيته جات عطات ابتسام ورضا ديالنا كاملين لا 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 ديالك بوحدك تسالي انا شكون كيتمتع بالرمله ديال البحر يعني السو كيهجبو يجري بحال هكا في الرمله واخا ما كيقدرش يجري وجري مزيان جري مزيان جري يلا يا نيس يلا يا نيس شوف 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 دغيا كيعيا غنحسب لك حتى ثلاثة غتمشي كتجري وتلح صافي واخا فارد يلا سير وجد راسك واحد جوج ثلاثة يلا جري 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 شو صافري شو صافري يلا ينس تلح 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 او غي تلح الاصدقاء او ساداتو عجبك الحال حيت سخون يلا عاود شي تلح ليا سير 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 ووو ناري في زكتا خوتي وما جيبش حوايج العمال زيد 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 او اوبا ساداتك صحة والراحة يلا عوم معنا في ستة عياد نمشي صافي شوف 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 شكون جاي ترى ما يمكنش انا صحابي واش ما جابوش لي حوايج العومان صح حتى السيانيس واقيلا غادي يعوم شو الجرية شو الجرية كلشي على الجرية هانتوما غنبقى تابعو حتى يوصل الماء وغنشوفو ردة الفعل ديالو كيفاش غتكون ها هو قرب الماء ها هو الماء ها هو الماء هو هرب هو هرب يا نيس ما يمكنش ها هي ماماك فراسك في الاول جاي بحال السبع متحمس اييه غير قاص الماء بارد ويا رب شتو من بعيد اش شوف اش كيجري شوف اش كيجري انتوما هذه الحاجه الوحيده اللي غيعرف يدير يا نيس هي يحفر في الرمله ويرون ما عمر شعره في الرمله ويا نيس المشكله خاصو ضروري يتبحر باش تحيد من الرمله ضروري يضربها بشي عومه ناري 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 ويا نيس شوف 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 بحال اش دار للرمله غير حفر 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 غيحفر شي حفره كبيره ويدخل وسطها فوالا يا نيس شوف 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 هو غيرف هو غيرف كيتبعوا الماء كتبعوا الموجه كيهرب مالك يا نيس هاي 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 العزاوي ويونس قال لك كيلعبوا كره اش 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 اه كيلعبوا الفولي بلا شي واحد الحاجه عندي لك واحد التحدي اشنو هو التحدي الا درتي 30 حسيبه انا اللي غنخلص الغدا متاكده دير 30 حسيبه تخلصي الغدا انا اللي غنخلص الغدا كاين ابتسام مشكله حنا حضر بحر وكاين المواج غندير ليها عرفتي انت باش غتكلف غتكلف بالحساب حسب ليه ما تضيع حتى واحد صافي برافو يلا العزاوي تاتو ناري يا خوتي راه كيعرف الحسيبه الا دار 30 كامله غنخلص الغدا يعلم الله شنو غيكون فيه يا ربي طيح لي يا ربي طيح لي يا ربي تجي شي موجه وي اذا انت اللي غتخلص الغدا 13 ناري 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 زيد 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 علي يونس غيدير سالتو سير 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 يلا تقلب المهم ناديه ناديه ديك النص ديال الرمله والشريف حنا ما تصلحنا الرمله خاصنا الدس الربيع خوشي الله ما يكون الربيع عليك الرمله يعني مره مره كيغفل ابتسام وكيهبط واحد شويه ديال الرمله لا 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 واخا حتى حنا فاش كنا صغار كليناها لا منع كيشوف فيك وريها شنو سالو اللي فيها شنو اش كيعجبكم الدراري الصغار لا شوفوا لي يا نيس شنو شرا صايله باش يلعب بها في البحر فيها البالا ولكن المشكله ابتسام هو ان هذه البنات حنا خديناها عند السيد وما رديناش البال شنو مرسوم فيها الزرق شفنا الزرق قلنا ديال الدراري ساعه ولي ولي في الاميرات ويا نيس اتلعب بهذه ديال البنات كي زوينه زوينه هانيه المهم الاصدقاء راه فيها كاع داكشي ديال البحر هذه باش يسقي نعماتي ديال الرمله وعندو المجرفه باش يحفر وعندو البالا والكسكاس فرحان السي نسا كيردهم واقيلا بغا يردها ما بغيتيهاش حيت عرفها ديال البنات ابتسام عليك يردها اي لاي 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 دابا كل شويه خصني نمشي حتى البحر نعمر لي هاد السطيله نعطيها ليه ويخويها خصني نمشي عاوتاني نعمرها والعذاب شوف 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 كنقلب على شي موجه كبيره باش تعمر السطله مره واحده صافي مابقاش انا نحمق راسي معاها ودابا نعاود ندي السيانيس السطله ديال الاميرات ولي شو جديد شري السطله ديال الماء باش يلعب بها ويخويها صدق خويها على راسو ونسطي يلا نوض انت عمرها ويلا عمرتها لك عاوتاني نمشي نعمرها لا نمشي نعمرها ناري ما يمكنش غنمشي نعمرها لي ويخويها على راسو عاوتاني سير سير عمرها سير لا لا عمرها انت قال لك كما كتشوفوا هنا جبتها لي عاوتاني ما عرفناش شنو كيصير
اسمع كيخشي فيها الرمله خشى فيها معنو عمرها كامله بالرمله وزيد كيخوي فيها المعن ما تقولش لي غيخويها دابا ناري ما يقدرش كاع يزرع عامره بالرمله ابتسام سدها سدها برافو بغى يسد يديها مع الدار داكشي اللي بغى يدير حمق يا نيس كما كتشوفوا سالينا التبحيره دابا اش غدير يا يونس يا سلام داروا الاصدقاء هاد اللعيبه جديده في لاكوت هربانه ملي كتسالي التبحيره قبل ما تطلع للطانوبيل ولا تطلع من البحر اش كدير يا سلام ويلاه ميزي ميزي شحال كتميزي يونس غادر ماضي ومن بعد كتورك على هاد البطونه يلا سير غسل رجليك ماشي دوش ويونس ولا مسطي فوق فيك الرمله شوف 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 هو كيدوش ويونس وهادي راه كيغسلوا فيها رجليه وما كيدوشوش فيها وانا كنحيي عليك هاي 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 هذيك الرجل الركبه كلشي ناضي صراحه فكره واعره الحمد لله اخوتي الخرجه ديال البحر خسرت فيها 40 درهم درهم على اللعبه ديال يانيس اييه 10 درهم باش غسلنا رجلينا اييه شنو اخر شنو ياك الروتين ديال النهار كامل اذا شنو غنمشيو للدار نبدلو غنعسو وغنمشيو نتغداو لا شكون يخلص الغدا انت العزاوي حيت خسرتي في التحدي ديال الكره وغتكيسوا عليا في الغدا لا 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 ما كاينش يلا 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 هاي هاي على سوبرمان دوشتي حيدتي الرمله ولبس حوايجك ويلا نمشيو نتغداو وعافاك تكيسه يونس لا ما ضمنتيش بزاف لا وحشه ما عليك يونس غضمنتيش بزاف كما كتشوفوا الاصدقاء جينا للمطعم اللي غادي نتغداو فيه وهادو بانوا لي حمروا عينيهم في قائمه الطعام ملي قفرتيها يعني ما غتكيسوش مستحيل كلشي داكشي زوين كلشي كشهي اش غديري انا خدت هادشي كامل لا لا ابتسام لا ابتسام يونس انت شنو بان لك اول حاجه بان لي هاد العصري جامد ديال التوت جرانيتا جرانيتا غتاخذ الانواع كاملين ولا شنو لا ها واحد هكا ها واحد مازال ما اختاريتي المهم شي ربع ساعه هو كيقلب في الصفحات اخوتي هل معقول اشنو تاخذ تاكوس ميكس تاكوس ميكس وغتاكلو كامل قلتو قداش والله يا ناري وانت يا ابتسام اش غتاخذي غناخذ بيتزا فخوي دمير علاش فخوي دمير حيت هي اللي غاليه بنت لي انا واه يا ناري واش هادشي كامل غتاكلوه بجوجكم اييه طب العمران شوي عليكم ابتسام كتستغلوا ديما الفرصة شوفوا لي أول حاجة خدات ابتسام بيتزا فخوي دمير وكما قلت لكم أول حاجة هي غدوقها حيت ما خداتش غير بيتزا كي جاتك بعدا بيتزا هادية بالصحة والراحة راه غير من الشكل ديالها كتشهي ومع البيتزا شوفوا شنو خدات دجاج دجاج مقرمل مقرمش بالصحة والراحة تبرعي مع راسك نجيب بوحدك واخده جوج بلاوات وبلاتي انت اللي كتقول ايه شنو واخ طاكوس كبر من وجهك ايه شوف شوف الطاكوس ديال يونس قداش ندير لاصوص ما بغاش يلا يلا دير شي عدة اسطورية يونس سير 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 بهذا الطاكوس الكبير الله الله ديري عمل الطاكوس مسكين الطاكوس قداش كبر من وجهه ها هو غيعضوا الاصدقاء زيد ويلي 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 برافو يونس هذه عدة اسطورية المهم هذا راه ما لقاش ديال الفريز خدا ديال الليمون شوف 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 ام عمر ام عمر يا ناري دكس دكس المهم الاصدقاء انا خديت غير برجر برجر هذاك اش من غير برجر انتم واخدين هذا الشيء كامل كتسني مني ناخذ انا شي حاجه اخرى بركه عليك غير برجر زايا شوف كي كيبان عاوتاني بصحه والراحه غير شويه غير شويه عليك شوهتينا واه كما قلت لكم الاصدقاء بغاو يستغلوا الفرصه ديال بصح حيت اسيدي كما شفتوا يلاه تغدينا وجابوني السوبر ماركت المفضل ديالهم بغاو ياخذوا السقاطه والشكلاط علاش اسيدي حيت قال لك هاد المده كامله اللي دوزناها مسافرين برا المغرب توحشناه نتوما توحشتوا السوبر وانا مالي انا خلص علاش انا خلص انت تخلص شوف غادير معكم تحدي شنو هو الحاجه اللي عرفتوا الثمن ديالها غنشريها لك اويلي اللي ما عرفتوش الثمن ديالها ما نشريها صعبتي علينا ما تشغليش يلا غنبدا الاصدقاء بنوطيلا هادي بالضبط ها هو الثمن ديالها ما بغيتش نقولو بجد باش ما يسمعونيش الا عرفت ابتسام الثمن ديال هاد النوطيلا غادي تاخذو ولا عرف يونس الثمن ديالها غياخذها اول حاجه جبت لكم هي نوطيلا واجده يونس خاصك تعرف الثمن ديالها انت ولا ماماك انا شوف غنعطيكم ثلاثه ديال الاختيارات كل واحد فيكم يختار ثمن الثمن الاول هو 82 درهم الثمن الثاني هو 83 والثمن الثالث هو 81
يلا شحال دايره نوطيلا 81 ولا 82 ولا 83 شحال يا يونس شحال 81 هادي بلاتي صبر 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 بلاتي بقات لك 82 83 81 ما مشات مشات هو بدا هاد المره والمره الجايه تبدا انت 81 بقات 82 82 والجواب الصحيح عند حظ عند يوني ولا كان لك تقول لي انا الاولى وانا اصلا عزيزه عليا المره الجايه انت تبداي الاولى في الثمن او لقيتهم اخوتي نفس السوبر جابوا هاد الحلوه ولا الشكلاط اللي جديد حتى واحد ما يكون عارف الثمن ديالو ها هو الثمن طلع لي في السيستيم انا الاولى الاصدقاء ها هو كما كتشوفوه غنشوفوا شكون فيهم اللي غيعرف الثمن ديالو واش شكلاط ولا حلوه ولا بجوج بجوج شتي كي دايره ابتسام جديده هربانه يونس بغيتيها خاصك غير تقدر الثمن ديالها يلا تسنى ابتسام نعم انت الاولى غتختاري قول واش 100 درهم 100 درهم ولا 105 ولا 95 درهم شحال الثمن ديالها 100 درهم 95 105 يلا فكري مزيان 95 درهم فكر حتى انت مزيان 95 درهم قلتي شحال 95 درهم يونس بقات لك 100 درهم و105 درهم شحال كتقول شحال 100 او الجواب صحيح عند يونس ممكنش تعديتي عليها عارفاش وفراسك كاع ما مكتوب الثمن في البلاصه فين خديته ولكن مشيت سولت في السيستيم وعطاوني 100 درهم 100 درهم بالصحه والراحه يونس كما كتشوفوا ضرب نوطيلا زائد هذا الشكلاط حلوه ها انتوما هذا هو داك الشكلاط الاول اللي خديت ولا حلوه المهم ربحوا يونس وما غاديش نمشي بعيد وغناخذ هذا اللي من المفروض ان ابتسام تكون عارفه الثمن ديالو حيت عزيز عليها ها هو الثمن دابا غنشوف واش غتعرفوا ولا لا راه يونس هو الاول غيقول الثمن الا جاب هذا الثمن لاصق غيدي لها عاوتاني هذا الشكلاط عطيتك فرصه ابتسام باغي يعطيه ليا بلاش لا تجيبي الثمن وفراس يونس انت الاول غتقول الثمن يلا شوف واش 69 ولا 49 ولا 59 يلا 69 قالت لك 49 59 59 والجواب عاوتاني صحيح عند باينه ابتسام الحمد لله اخيرا ربحت الشاشة مالك مقلقه يونس مالك فيريلو اسمو سميتو فيريلو 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 شفتو انا درت ليهم تحدي باش زعما نقتصد ايوا لقيت راسي راه خسرت ناري وبزاف لحقاش كاع دوك البرودويات اللي جبت راه عرفتو التاثمنه ديالهم والله وزدتي شنو خديتي عاوتاني الفريت شوفوا لي هاد المعكازه ديال ابتسام ولا وا زوينه كتكون واعره هادي على حساب اللي قلتي في الصباح كتبغي طيبها لي هادي سهله كتكون واجده اييه وهادي غتخلصي انت لا 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 وا ابتسام زدتي عاوتاني بهاد الكراطه العجيبه وزوينه هادي كتسد الشف زوين انتم خدينا الشكلاط وكاع داكشي ربحوا في التحدي زادت الفريت وكراطه ما غتسالي زوينه زوينه وصافي يلا يلا خلينا نمشيو دابا صافي غنمشي ديريكت للدار سالا النهار صافي ما نديكم شي بلاصه اخرى ما نديكم شي بلاصه اخرى طيح الشمس دابا لا كامل لا لا بارك عليا هادشي دابا الاصدقاء غنفتحوا هادي باش نشوفوا كي دايره من الداخل واو فيها بزاف ديال المذاقات واعره كاين هذه مثلا ديال الحامض هذه فيها الاناناس هذه ديال الفريز الليمون الليمون يا سلام وهذه ديال من اصلا ديال يونس يلا سديها بالصحه والراحه المهم حنا راه خرجنا وخلينا يانيس ناعس ودابا راه فاق شدو الجوع وصوبات ليه جداتو مقله ديال البيض كسلها كاملة كاملة ومعها الخلي ودابا خدا ليه خو يونس كورة أولا نفاخة في السوبر ماركت وكيلعب بها صباح الخير عجبتك النفاخة عندك تفرق عليك تفرق عليك ناري 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 ما تعضاش مبوسة يا اش كدير علاش كتقلب؟ قلب على الماكلة انت من الماكلة انت تديتي انت غتاكل غير شوية من هاد الحلوة هادي وهنايا راه كاين الغدا ديال جداتك وديال يانيس شفناها اون بورتي وصافي صافي هاب شوية وما تعطيش لخوك هاد الحلوة هادي راه خايبة الحلاوة الحلاوة شوف شحال هز ديال الحلوة ديالك مسطيه يونس ديالك بوحدك هاب شوية عليك لا
شكرا حيت تفرجتوا، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.